مشاهدينا الكرام، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم لبدء الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد للثانوية العامة، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم. أهلا بك معالي الوزير. أهلا بك في الوزارة. يعني البعض يقول يا فندم، متى يكون لدى مصر قانون مستقر وثابت للثانوية العامة؟ يعني هو ليس قانون للثانوية العامة، وإنما أقول لي قانون للتعليم المصري. يعني التعليم المصري يحكم حتى الآن بقانون 139 لسنة 81. أنا الأوان أن يتغير هذا القانون، احنا شغالين على ده، لكن كل ما يؤخرنا في هذا أن يكون هناك مجلس نواب ممثل للشعب المصري نستطيع أن نطرح عليه هذا الأمر بعد حوار مجتمعي طويل قبل عرضه على مجلس النواب إن شاء الله. يعني حضرتك ذكرت في هذا المؤتمر أو تحدثت عن الدروس الخصوصية وقلت أن القانون الجديد يمكن أن ينهي هذه المشكلة. يعني سيادة الوزير، البعض يقول أن هذه المشكلة يعني أصبحت ضرورة، يعني الأسرة التي لا تعطي لأحد أطفالها درس خصوصي يعني بالتأكيد سيرصب، يعني لا يوجد عملية تعليمية في المدارس حتى. أنا أقول لحضرتك، أنا ما قلتش أن القانون هيلغي دروس خصوصية، وإنما أنا أؤكد لحضرتك أن دروس خصوصية ده مرض مجتمعي لابد أن تتضافر فيه كل القوة وكل الهيئات للقضاء على هذا المرض الخطير اللي بيفتك فعلا بأبنائنا، بدليل أن الأولاد كثير جدا جدا يحصلوا على مجاميع مرتفعة جدا لكن يعني لا يوفق في الجامعة، لأنه هو اعتمد على تنشيط الذاكرة ويعني نظرية ملء الوعاء كما يقولون يعني. وبالتالي هذا الموضوع حينما ينفض الارتباط بين الثانوية العامة والدخول الجامعات، أعتقد يعني ده هيغلب. زائد أن احنا في تعديلات قانون 155 أصبح دروس خصوصية الآن لأول مرة مخالفة أديبية نستطيع أن نعاقب عليها. ولكن يعني هل من الممكن تفعيل هذه المخالفة؟ بالتأكيد. يعني احنا كل اللي بنطلبه أن البلد يعني تعبر هذه الفترة الانتقالية إن شاء الله بإذن الله، ولكن الإرادة السياسية موجودة ونحن مصرون على هذا، لأن ده سوس ينخر في عظام المجتمع المصري التعليمي بشكل خاص. هناك مطالبات معالي الوزير دائمة بزيادة الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، يعني هل من الممكن في الموازنة الجديدة نسمع عن زيادة المخصصات للتعليم؟ أنا قلت حاجة أنه في السنتين الأخيرتين الزيادة كانت بتبقى 10% تقريبا كل سنة، السنة اللي فاتت 20%، السنة دي 25%، ففي طفرات عالية جدا في الموازنة، والدولة لا تبخل رغم الظروف الاقتصادية السيئة. أتصور لو قارنا الـ 25% بما كان يحدث 10%، يبقى الـ 25% ده أنا بعتبرهم 100% في السابق، يعني رغم أن كان في استقرار ولكن كان بيضن على التعليم. فندم، يعني لازال هناك عجز صارخ في المدارس خاصة في الأقاليم والأرياف، وهناك نظام الفترتين وتكدس هائل في الفصول. هذا هو المستهدف الأول لهذه الوزارة، أنه القضاء على الكثافات الموجودة على الفترتين على الأماكن المكتظة، وإحنا بنرصد الكلام ده بشكل جدي وبنحاول ندبر الأراضي حتى لا يكون قضية بناء المدارس هو فيما توفر من أراضي، لا، القضية فيما هو مطلوب لحل مشكلة الكثافة مش ما توفر من أراضي. يعني البعض يتحدث عن تطبيق كادر المعلمين، يعني تم رصد منذ أيام ما يزيد عن 1 مليار جنيه لتطبيق المرحلة أو نهاية المرحلة الأولى من الكادر، هل هناك معلومات عن تطبيق المرحلة الثانية من الكادر يا فندم؟ خلينا بس ده يعني لكل حديث حديث، يعني حينما تأتي الظروف المواتية نتحدث عن المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله، لكن ده يرتبط بسياسات في أداء المعلمين وفي التنمية المهنية للمعلمين إن شاء الله. أعتقد أن تطبيق الكادر قد أثر إيجابا على العمليات التعليمية؟ أنا متأكد من ده، أنا شايف أن الانضباط السنة دي أعلى من السنة اللي فاتت، وده مرصود بالأرقام. معنى ذلك أن الدروس الخصوصية قد قلت؟ لا، خلينا نقول الانضباط داخل المدرسة له تأثيرات، احنا في شبكات رصد لهذه الظاهرة بنشوفها، وأعتقد أنا يمكن زرت أكثر من 15 محافظة في الست شهور دول، ما حصلش قبل كده يعني. بالنسبة لأدية فندم، حضرتك راضي عن أداء وزارة التربية والتعليم؟ خلينا أقول لحضرتك أنه لن أرضى حتى يرضى المواطن المصري، لأن هو ده الأصل في الرضا، لن أرضى حتى يرضى المواطن المصري. إذا رضي المواطن المصري عما تقدمه التربية والتعليم من خدمة لأولادي حينها أرضى، لكن رضاي أنا ليس هو الأساس، وإنما رضا المواطن المصري صاحب الخدمة صاحب الحق الأصيل في هذه الخدمة. كيف أثرت حالة الانفلات الأمني على المدارس حتى الآن يا فندم؟ بالتأكيد، يعني في بعض المدارس تعرضت لحرق وسلب وسرقة، وهذه ظواهر يعني في كل البلاد اللي حصل فيها ثورات، لكن لله الحمد إحنا حتى الآن أحسن حالا بكثير جدا
مندي والأخرى إن شاء الله. وماذا عن يعني العمليات التعليمية الآن في بعض المدارس القريبة من ميدان التحرير والتي كانت قد تعرضت للحرق إبان الأحداث الأخيرة؟ دي حلت من قبل بداية الفصل الدراسي الثاني. المدرسة اللي يعني يمكن أن تعمل بسرعة جهزنا بعض الفصول وبتعمل. المدرسة غير صالحة للعمل تماما، تم نقل تلامذة إلى مدارس أخرى وانتهت يعني. بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بداية من 22 من إبريل الماضي، يعني هل ستؤثر هذه الانتخابات على سير العملية التعليمية خلال هذه الفترة؟ إطلاقا احنا بنراعي بس في أوقات الامتحانات بنراعي أن هذه الأيام تعتبر عطلة في المحافظة التي يتم فيها الامتحانات، ودي بتترك لكل السادة المحافظين ومدير المديريات بيحلوها بشكل عادي جدا. تقريبا عندنا أربع مراحل. شكرا. لا ما تقلقش، ما هو دي كل محافظات بتقدر بقدر. ومعنا مشاهدينا أيضا الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي. أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني القانون الجديد أو مقترح القانون الجديد للثانوية العامة، رؤيتك يا فندم بالنسبة لمكتب التنسيق، هل سيكون هو المعيار الوحيد للدخول إلى الجامعات أم أن هناك تفكير آخر في هذا الشأن؟ احنا ذكرنا في المؤتمر الصحفي انه يعني لا يوجد الان مجال لوضع يعني تصور نهائي لهذا الامر، وان اللجنة طبعا ستكون معنية بهذا الامر بشكل اساسي لانه من ضمن يعني العناصر الرئيسية في الوضع الحالي والنظام الحالي. لكن ما ذكرته في المؤتمر انه لازم ان يؤخذ في الاعتبار الامور من نواحي لوجستية ومن نواحي الاطمئنان لقدر عالي جدا من الشفافية والعدالة الاجتماعية، وهذا الأمر سيترتب عليه بعد كده النظام المناسب، وهو لسه لم يعني لم تستقر حتى الآن يا فندم. هل سيستمر مكتب التنسيق أم سيكون هناك معيار آخر لدخول الجامعات؟ تستطيع رأي حضرتك الشخصي، هل مكتب التنسيق وحده هو المعيار الأفضل لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص؟ مكتب التنسيق بوضعه الحالي هي دي الميزة الوحيدة فيه، انه هو يوفر شفافية وعدالة اجتماعية ولا يمنع ان احنا يعني نحافظ على نفس هذه المعايير بآليات قد تكون متقدمة أكثر أو مختلفة أكثر، لكن سيظل دائما في ضرورة للتأكد من وجود هذه الشفافية وهذه العدالة الاجتماعية في أي نظام لقبول بالجامعات، خاصة طبعا أن الجامعات الحكومية دي يعني ده التزام الدولة نحو منح يعني أو توفير التعليم بالمجان، وبالتالي يجب أن يتأكد بشكل قاطع من وجود هذه المعايير فيها. مع الوزير، يعني على ذكر الجامعات الخاصة، هل أنت راضي عن نظام القبول الحالي بالجامعات الخاصة؟ نظام القبول السابق كان نظام غير مرضي، واحنا كما ذكر في عدة مرات انه تم تغيير هذا النظام وتم الاتفاق في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الأخير على تعديل هذا النظام بحيث انه يتخلص من كثير من مشكلات النظام السابق، بمعنى انه كان المشكلة السابقة كانت ان كان مجموع الحد الأدنى متدني، وكذلك كان يسمح للطلاب بحجز مسبق قبلها بسنة او سنتين، فكان يدخل الطالب يحجز مكانه وهو في جميع الأحوال ضامن يجيب المجموع المتدني ده لانه هو. فهذا الأمر الآن احنا لغينا الحجز المسبق ورفعنا الحد الأدنى الحد فين يا فندم؟ يعني طالب الطب في الجامعة الخاصة الحد الأدنى القبول قد ايه؟ يعني مش فاكر الأرقام، ممكن يعني اجيبها لك من الدكتور احمد عبد العزيز دلوقتي، لكن هو ارتفع بشكل جيد. الى جانب الأهم من هذا ان احنا يعني اقرينا ان يتم القبول بالمجاميع الأعلى في الأعلى، وبالتالي حتى هذا الحد الأدنى ممكن لا يصل اليه، وانا اتوقع ان لن يكون هناك فرق كبير بين مجموع الطالب اللي داخل كليات القمه في الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه. يعني كان يا فندم يعني البعض يشعر بغبن وظلم شديد، يكون حاصل على 60 او 70% يدخل كليه طب او هندسه، واخر حاصل على 95% ولكنه فقير ولا يستطيع دخول جامعه خاصه، لا يستطيع دخول مثل هذه من كليات القمه. هو هذا الامر صحيح، وكان الامر كمان أسوأ من هذا انه احيانا الاثنين يستطيعوا ان هم يدخلوا جامعه خاصه، بس واحد فيهم لانه حجز بدري ودخل بمجموع قليل، والثاني رغم انه جاب مجموع كبير ومستعد يعني يتحمل التكلفه لكنه لم يتمكن. فهذا الامر كان طبعا امر فيه يعني خلل، يعني كان لا يمكن ان يعني يستمر، ولذلك ما ذكرته عن النظام الجديد ان شاء الله يعني يتجنب الكثير من هذه. فندم، كيف ترى خريج الجامعه الخاصه حاليا في اطار نظام القبول الحالي؟
طبعا يعني الجامعات الخاصة يعني احنا يعني نعمل على تطوير الأداء فيها بشكل يعني حثيث، وإن شاء الله مع تغيير نظام القبول ثم مع الدفع في مسائل تطبيق معايير الجودة وتحسين الكادر الأكاديمي في هذه الجامعات، إن شاء الله احنا نأمل ان احنا في خلال فترة يعني ليست طويلة نستطيع ان احنا نطمئن اكثر الى انسحاب الانطباعات السلبية عن الجامعات الخاصة، وأن تبدأ تأخذ مكانها بشكل جيد كعنصر يقدم خدمة تعليمية متميزة في مجال التعليم العالي إن شاء الله. باعتقادك سيادة الوزير، تجربة اختيار القيادات الجامعية إلى أي مدى نجحت؟ أنا أظن أن الوقت مبكر أن احنا نحكم على مثل هذه التجربة، لأنها يعني بدأت فقط منذ عدة أشهر، ومثل هذه التجربة لا يمكن أن نحكم عليها قبل مرور عدة سنوات، لأن هي بطبيعة الحال يعني لها إفرازات ربما بعضها إيجابي وبعضها سلبي، والتقويم الإجمالي لها يحتاج منا العدد من السنوات، ولذلك أنا يعني لا أرى أن احنا في وضع يسمح لنا بالتقييم الآن. لكن فندم في الجامعات يشكون مرارا وتكرارا وأيضا في المدن الجامعية من حالة الانفلات الأمني، وهناك بعض الضحايا يعني وقعوا داخل الجامعات، يعني هذه سوابق لم نكن نسمع عنها من قبل، فهل ذلك راجع إلى عدم وجود الحرس الجامعي وغيره؟ وبعض الأصوات نادت مرة أخرى بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات. فندم، أنا أظن أنه من الظلم أن نلصق هذه المشكلة بالجامعات فقط، يعني مشكلة الانفلات الأمني يعني كانت تعم البلاد في فترة من الفترات وتحسنت بالتدريج، ولا بد أن بقايا هذه المشكلة كما هي موجودة في الشارع هي موجودة في الجامعات، لكن هذا لا يعني يبرر إطلاقا أن نعود مرة أخرى إلى النداء برجوع الشرطة لحماية أو للعمل كحرس جامعي، إنما هو يبرر لنا أن يعني نحسن من إعدادنا للحرس الإداري أو المدني داخل الجامعات من خلال زيادة العدد ومن خلال التدريب ومن خلال استخدام تكنولوجيا المختلفة المتاحة. الوضع الآن يا فندم أن هذا الحرس غير مدرب، غير مستعد، ليس لديه أدوات حتى لمواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة داخل الجامعات؟ كما ذكرت يعني أولا هذا الذي تقول لا يعتبر ظاهرة، وإحنا الحمد لله الأمور مستقرة وهادئة إلى حد كبير، وبالتالي لا مجال أن احنا يعني نفزع من أمر هو مش موجود. من آن الآخر قد يحدث هذا الأمر صحيح، لكن هو أيضا يحدث في الخارج من آن الآخر، لكن أنا أظن أنه بصفة عامة الأمور مستقرة، لكننا يعني نأمل أن يتم تحسين كفاءة الأمن الجامعي بشكل أفضل مما هو عليه الآن. ألا يزعجك أو لا تشعر ب يعني ما ما يعني ما يحدث داخل الجامعات من حالة الانفلات؟ البعض يقول أو البعض يقلق للغاية على وضع الجامعات الآن، يدخلوا داخل الجامعات يشعروا بحالة انفلات، يشعروا بما يشبه حرب عصابات بين بعض الطلاب. أنا أظن أن دي مبالغة كبيرة، يعني هذه في أسلحة يا فندم تدخل داخل الجامعات، في مواد مخدرة الآن توزع داخل بعض الجامعات. أنا ذكرت أنه تدريب الأمن واستخدام الأدوات التكنولوجية، البوابات الإلكترونية والكاميرات وما إلى ذلك، من شأنه أن يحسن من هذا الأمر، إلى جانب تدريب هؤلاء الأفراد على التعامل مع المواقف. جدول الزمن يا فندم لتدريب هؤلاء الأفراد؟ دي أمور طبعا الجامعات بصفتها هيئات مستقلة بتتولى هذا الأمر، إنما أنا فقط يعني أراقبه من مسافة. فندم يشكون من عجز الموارد ويعني عدم توفر يعني موارد مالية يعني لتدريب هؤلاء يعني الأشخاص. نحن نعيش في مرحلة فيها تحديات كثيرة، وهذه من ضمن التحديات، ونقص الإمكانيات من ضمن التحديات، لكن إن شاء الله إحنا يعني بنفعل ما في وسعنا، وإن شاء الله يعني تتحسن الأمور بالتدريج. فندم نسأل حضرتك عن انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام. الانتخابات تسير بشكل جيد الحمد لله، أنا يعني كنت في جامعات الصعيد في خلال الأيام السابقة، كنت في أسوان وفي جنوب الوادي، وكانت الانتخابات هناك بدأت يوم السبت السابق، ويعني كان في ناس يعني الحمد لله مطمئنة، والطلاب أنا قعدت معهم في الجامعتين، وكذلك في بقية الجامعات يعني أسأل وأسمع وأرى أن الأمور الحمد لله تسير بشكل معقول. واللائحة الجديدة مالها؟
كيف تراها؟ أراها جيدة جدا الحقيقة، وأراها فرصة رائعة لشبابنا إن هو يثبت يعني استحقاقه لهذه اللائحة القوية التي يعني تمكن الطلاب من تحقيق يعني وتنظيم نشاطهم وتنظيم يعني والحفاظ على حقوقهم بشكل جيد. وإن شاء الله إحنا سرون يا فندم أن تبتعد الجامعات على العمل الحزبي. طبعا وأنا أوافق على هذا، لأنه العمل الحزبي مكانه ليس في الجامعات، ولكن الفكر السياسي والنشاط الذهني والنشاط السياسي والثقافي أمر يقول طبعاً. أن الوزارة تهتم بذلك، تقويض العمل الطلابي داخل الجامعات. يعني دي نيات بقى الناس بتجتهد فيها، لكن احنا ما نهدف إليه هو انتظام العمل بالجامعات بشكل صحي وبشكل إيجابي، وابتعاد الجو الجامعي عن مهاترات ومشاحنات ومخاشنات يعني لا تأتي بفائدة، لكن في نفس الوقت بما لا يؤثر على عملية يعني الإنضاج الفكري والثقافي للشباب.